تحسب جوه طلعت استاذي يطمن ان مصر هتكون في الدنيا امينه مهما حصل ومهما حال ومهما عمل. طالما ان ابتدينا نفكر ان في جزء غالي يساوي اخذ منه هذا الجهد. وهذه الشخصيه من الكتاب طبعا زي ما فكرت اكثر من مره مهم، لكن كان المفترض في رايي ان انا اقسمه بالشكل التالي. الفصل الاول هيبقى عن التمهيد الاولاني بيديني الموقع واهميته، الموقع واسميه كده الموقع والموضع. التمهيد هو الموقع والموضع، اتكلم فيه على اهميه الموقع الجغرافي، الموقع الفلكي، اهميه الاستراتيجيه، كل ما يخص الجغرافيا لسينا في هذا الفصل. الفصل الاول اتكلم على الجانب التاريخي. اللي انا هقوله لحد دلوقتي هو مش رد او ان هو كلام اكتر من ان هو ده اللي كان موجود في ذهن اصلا الكتاب. اولا البحث العلمي انا طبعا اكيد معرفه دي مطالعه اكتر من حضرتك، ولكن اللي احنا حاولنا نوصل له ان في حاجه اسمها دراسات تمهيديه تثبت اللي هي يعني مقدمات البحث غير البحث نفسه. فالجزء الخاص بالمدخل عن سينا بما يخص الشكل الجغرافي والشكل التاريخي والتكوين الاستراتيجي السياسي الجغرافي انا ما عملتش فيه اضيف بشخص، يعني بمعنى هو كان مجرد اكثر من سكين سريع جدا عن مضمون التكوين الجغرافي والتكوين التاريخي مش رصد كامل ليه، لان هو الكتاب مش محطوط في اي الدراسات التاريخيه او الدراسات الجغرافيه. يعني هو مجرد ان هو كان بس تمهيد ضروري ان احنا نبدا ندخل في كيفيه التمهيد. بيتكلم عن الحرب الخامسه وبيضع استراتيجيه لسيناء لمواجهه حرب حتميه قادمه. وده اهم شيء عندي في الكتاب بالنسبه لي، يعني ده اهم ملحوظه لان قال الكتاب من البدايه. كتاب هذا مفيد واعتقد قراءته مهمه وهو اضافه للمكتبه العربيه في بعض الحاجات اللي ممكن اوديها للاستاذ هيثم، وارجو ان اكون ما عطلتش عليكم يعني، واشكركم جزيلا.